يوما بعد آخر تتفاقم الازدحامات المرورية في بعقوبة، فمنظومة الطرق القديمة والضيقة لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة للسيارات، وهي تتضاعف مع النمو السكاني سنويا. أغلب الموظفين يعني سكنهم خارج بعقوبة. أنا يعني شو توصل بعقوبة الجنسية يلحق على المراجعين على البصمة، يعني صور ده يجي خطية، يعني قول يلحق على البصمة. نفس الشوارع ونفس التقاطعات، نفس الازدحامات، ماكو تحديث لمنظومة الطرق. التقاطعات الحيوية المهمة اللي مثلا تقاطع البلدة، تقاطع المعهد الفني، تقاطع 7 نيسان، فهي تقاطعات مزدحمة وتحتاج إلى طرق حولية بديلة، تحتاج إلى أنفاق، تحتاج إلى منظومة جسور جديدة. بعقوبة لم تشهد تحديثاً لخارطة الطرق والمرور منذ نحو 100 عام، وسبب ارتفاع معدلات الاختناقات المرورية هو زيادة أعداد السيارات إلى أكثر من 5 أضعاف طاقة المدينة الاستيعابية وفقاً للحكومة المحلية، إذ أكدت تقديم مقترحات لتخفيف الازدحامات عبر استحداث طرق ومجسرات في مواقع حيوية بينها تقاطع المصطفى. قدمنا بعض المقترحات للسيد المحافظ واستحداث طرق جديدة، منها ربط شارع الحولي الخاص بالمحسن مع مجسر الرازي، وأيضا عمل شارع في كورنيش دياله من جسر الحديدي باتجاه جسر بوهرز، أيضا ربط قنطرة خليل باشا مع خريسان على الشارع الرئيسي لجسر خرنابات، وأيضا ربط شارع حولي من الستيني باتجاه تقاطع السادة وتقاطع كنعان باتجاه طريق بوهرز. وإلى جانب أضرار الازدحامات المرورية نتيجة قدم منظومة الطرق في بعقوبة، يؤكد خبراء البيئة ارتفاع معدلات التلوث والضوضاء في المدينة لأكثر من 60% مقارنة بما كانت عليه قبل 5 أعوام. علي العنبقي تي في ديالا.